مشاهدي شوف تي في، صباح الخير عليكم. هذه الاجواء الصباحيه مدينه وجده اللي كتشوفوا. اذا واش عمركم زرتوا مدينه وجده؟ المدينه اللي عندها 1000 سنه، اللي تبنات وتاسست 994، اللي اسسها زير بن عطيه المغراوي بطبيعه الحال. مدينه شامخه اللي شهدت على مجموعه ديال المعارك والهجومات، مجموعه ديال الدول اللي دازت في الجزائر بطبيعه الحال، اما فرنسا او تركيا او بزاف. اذا واش تبغيو تزوروا مدينه وجده بطبيعة الحال؟ شنو هما المدن اللي كتبغيو تزوروهم؟ مثلا من المدن المفضله كاين شفشاون، المدن الصغار. صباح الخير خوتي. اذا كما قلت لكم كاين بزاف تاع المدن اللي بغاو نزوروهم. الحمد لله المغرب ديالنا زوين وزوين بزاف. الواحد خاص غير فلوس وصافي، امكانيات. الامكانيات وصافي باش الانسان تكون عنده امكانيات وصافي باش يقدر يزور مجموعه ديال الاماكن في المغرب بطبيعة الحال. هذا هو المهم. اما هذوك الناس اللي كيخرجوا على برا وهادي، كنظن على برا راه المغرب يمكن عنده مؤهلات طبيعيه اكثر من دول اخرى اللي كيمشيو لها. المغرب يعني جنة، غير الانسان مازال ما اكتشف البلاد ديالو. حتى وزاره السياحه خاصها شويه دير اعاده الهيكلات، دير ديكيد، دير تحاول البلايص اللي زوينين تسميهم، دير فيهم يعني كما كنقولوا حنايا دي زوطيل، دي زوبرج في الناس تبات، مقاهي. هذه تحاول تسوقهم يعني اشارات، مثلا اوقات ديال العطل حاولوا يديروا اشارات لهذوك المناطق. كما قلت لكم اشارات لهذوك المناطق تختلف بزاف في ديسيت، بزاف تاع الحوايج. ماشي المغاربه اللي على برا، حتى اللي ماشي ضروري غير المغاربه اللي على برا، كاين سياح اجانب، كاين مغاربه اللي لداخل. المغاربه اللي لداخل راهم كيخرجوا على برا، الوغ ما احسن يزوروا بلادهم ويشجعوا السياحه الداخليه، ولا غادي بنادم يمشي
وكذلك كنركز عليه خاص تكون اثمنه مناسبه وتخفض في الاثمنه لا في لي زوطيل ولا في الماكله ولا والزيار، لانه هكذا السياحه الداخليه ما كتنتعش. مثلا يقول لك مشي تركيا ولا اسبانيا ولا خملي حسن ما غير هنا في المغرب، راه مشكل كبير. عاوتاني طبعا حد الحال حنا نتمنوا الخير دوال ليسونسييل تكون الامور مزيانه ان شاء الله.